هذا الحب اللي بيننا ما سمعونا ضرب. لا لا فعلا فعلا ما سمعونا ضربونا. لحظة ابكي. مبروك يا اصدقائي. عندنا ماما اسمي ماما سدو. هذا الحب اللي بيننا اصحابنا واخوتنا الاثنين ونقول لهم الف 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 مبروك. ترى ان انتصر الحق الحق وزهوق الباطل. انت باطل يا باطل علي. بعد عن الشوقه الف الف مبروك تسدوم وماما تكملوا لنا دي قصه الحب اللي نشوفوا تركتكم وتركت تركتكم وتستكهلوا معاكم. فترتوا فترتوا وانا نعرف عليكم فترتوا في ذي القصه. الف مبروك لصاحبي واخويا سدوم. كي انا فتبارك تلو على الخاص وليش بس نبارك لكم واللي هم قدام الناس في السوشيال ميديا. ويا الله الحب زفر لي تبقي ولي تخطب وتتخيم وتكوبلي وكل شيء الا انا يعني على ابن العيشة. لا اعطيني واحدة فرقونا فرقونا. مبروك لاخوتتي اخوتتي بالمقاربة ما يقولوا اخوتي يقولوا اخوتتي. مبروك اخوتتي سمعونا بالله سدوم اللي يسمعني يقني قنيته بصوت اهلي هذا قد شي قد عدل ويتفل بوجهي. حياتي بعيدة منك نانا ولا ننساها من ناس زعق لي الشمل لين تم احلاها. انا اسف اغنية سمعتها مرة واحدة في حياتي عند مني خلط وذاك واحد اغنية زينة اللي تصنت لها مرتين ثلاثة تقريبا. المهم انتم ما تعرفوني يعني انا قد نبارك لهم بشكل رسمي وذي الشيء غير انا ماني معروف على اني نأخذ هكذا ونقول كلام جدي ونتخفى. لا الناس تعرفني على اني نقول كلام جدي غير بطريقة ساخرة شوي بالضحك والجوقة وخصوصا اذا ما هو ذا الحدث مو كل نهار يخلي ذو ناس حاربتهم عادات وحاربهم تقاليد وحاربوهم اهلهم وحاربتهم موريتان فر الا على انهم كملوا وتخيموا البارح. هي ما هي عادية ابدا رواية كبيرة ظلتكم تخطوها تغطية الكرام. لا 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 وقفوا باركوا للناس بونجروا لهم ذو العادات والتقاليد. اول حد يصوتهم هم والله 14 شو 70 تيك توكر معاهم تخطوا عادات وتقاليدنا لهم عاد مني يدخل باسم ذي الامور. بس الحمد لله الحمد لله جبروا ذا اللي يستحقوا التركي كانوا يستحقوا لانهم عدوان صم وعدوان صم الحمد لله. فت قلتها عندنا جبروا مشكله مره ماضيه لان ما يتواسى ما يتواسى يتواصلوا مع تركيا. خلاص بارك للناس فيديو ممل تخطى ريم مالك معدل فيديو ممل مللت الناس. لا والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 9 و8 لفيديو الجاي ما فهم الا فهم طرح بالك راسك ان شاء الله فيديو قريب الا راد مولانا. فلا تنسى خيرك لايك للفيديو واشتراك القناة واهم شيء اشتراك القناة يعني اشتركوا في ام ديال القناة ديروا ام لايك. انا اللي شي قاطع يوتيوب في يوتيوب يعاقبني ما يطلع فيديوهاتي نوتيفيكاسيون ما يطلعها لخلقي. فقعتونا فقعتونا ارقونا. لا انا قاعد نقول شعر اقسم بالله يلا بيصير.